يعني المهم انك موجود في المكان المناسب في الوقت المناسب. طبعا عمليه تحسين الاداء ديت في الفينشنج ده تدريب اكيد وانت بتتمرن عليه، لكن هرجع للموسيماني وعلاقتك بيه، ودايما في صور كده متعلقه بعد المباراه وانت مثلا بتقول له حاجه، حتى بتقول له في الماتش حاجه، يعني العلاقه اللي انت بتتكلم عليها دي علاقه جيده جدا، وفي نفس الوقت بتدي كهرباء للشخصيه اللي محتاج الثقه ديت يعني. ف بس يمكن هو بيتعامل مع اللعيبه كلها، يعني يمكن دايما يعني المدير الفني اللي عايز ينجح يخلي اللعيبه كلها تحبه، اللي بيلعب وما بيلعبش، ودي الميزه في مستر موسيماني اللي هو بيخلي اللعيبه اللي ما بتلعبش بتحبه، لان هو بيتعامل معاهم نفسيا، بيتعامل معاهم، بيتكلم معاهم، صاحبكم صاحبكم زي بالظبط زي اخونا. فدي يمكن منجحانا الفتره اللي فاتت دي كلها، حتى الفريق كله برده يعني برده يعني احنا بدانا بقينا نقعد مع بعض بعد قبل كل ماتش بنقعد نتكلم مع بعض. يمكن زمان ما كانتش موجوده كتير، لا دلوقتي قبل كل ماتش لازم نقعد ونتكلم مع بعض. زمان ايه قبل ما موسيماني يجي يعني؟ من فتره طويله يعني، عشان يمكن انا ما اعرفش، انا سالت يعني عدد الاعداد يعني جيت النادي الاهلي يعني وكده، يعني طبيعي بنبقى بنقعد قبل كل ماتش بنتكلم احنا كلعيبه بس يعني بنحفز بعض يعني عشان ننزل كلنا يعني يكون كله جاهز. بس فيمكن الفتره اللي فاتت دي كنا بنقعد كتير بقى ونقرب من بعض اكتر، يعني يمكن